مشيبني يا انا بالي طويل وانت وانت عاجبني يا 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 ودي يا تقيل يا 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 مشيبني يا انا بالي طويل وانت وانت عاجبني بس يا ابني بلاش تتعبني عشان عمرك ما هتغلبني ويا يا 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 ودي يا تقيل قلبي يقول ياني 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 وده قلبه ولا يعاني ولا يعاني ولا يعاني عنده برد أعصاب اسم الله ولا جرح بريطاني عنده برد أعصاب اسم الله ولا جرح بريطاني اهو يمشي ازاي كده كده اهو ويبص ازاي اهو كده كده اهو والضحك ازاي كده اهو هو يوقف ويقول انا هو انا هو تمثال رمسيس التاني ويا يا 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 ودي تقيل. اكيد كل واحد عم يسمع غنية بيفتكر سعاد حسني، سندريلا شاشة العربية. سعاد حسني من اكثر الاشخاص يلي اكيد اثروا بكل العالم يلي حواليهم بوقتها، كثير شخص تألقت وحققت نجاح مش معقول بوقت اكيد قصير لانه بعد هيك توفت، بعيونها الجذابه طريقتها وجمعت الفن، يعني جمعت رقص جمعت الغنى تمثيل كلهم مع بعضهم لتكون هي سعاد حسني. انا كنت بتمنى انه هي تكون هلا بيناتنا لحتى تشوفنا وتعطينا نصيحه، ولانه بحس حالي بشبهها باشياء اكيد مش مثلها اكيد وما في حدا رح يكون مثلها، بس بحس حالي يعني عن جد يعني كنت بتمنى يكون ولو ربع من اللي هي حققته، وبتمنى تكون هي وين ما كانت هلا حاسه فيي وسمعتنا. ميرسي حنان. كانت شوي مستعجله هي وعم بتغني اليوم، لازم تنتبه تقدر تحافظ على ريتم وعلى التيمبو احسن. بالاجمال مركزه على تفاصيل المغنى اكثر، صحيح انه بعد في تفاصيل بالنوتات فلتوا منها، ولكن من هالناحيه عم نشوف تقدم. ما بقى عنا الفلتات الفلاجرانت عدين اللي كنا نسمعهم قبل او التنشيز كنا نسمعه قبل، من هالناحيه التقدم ملحوظ، ولكن بعد عنا ذات المشكله بالافلات وبالنفس، ومش بس هي وعم تغني، هي وعم تحكي كمان هالشيء عم نشوفه. سو انا بدي اطلب من حنان تركز على هالاشياء لانه عم ينشغلوا معها، مثل ما تقدمت بالمغنى ببقوه التفاصيل فيها تتقدم بهول، لانه هي ذكيه ووقت اللي بدها بتقدر تطبقهم مزبوط. مش رح ضيف شو قالت ليسلي. حنان في شغله مثلت احلى ما غنت، يعني بدها تنتبه من يوم ورايح في شغله رح تلعب ضدها، لانه اذا بدها تكمل هيك بترجع نومينا عن جديد. مثلت كتير حلو، بهرتنا بالتمثيل، كتير مهضومة، بس الصوت ما كان زيادة، صار نشزت في مطارح، ظهرت من الإيقاع شوي. يلا شريرة عن جديد، يعني يا بدها تمثل سعاد حسني يا بدها تعمل شي تاني، إنه توقف تحكي عن سعاد حسني معلومات مهمة وتغني لها. ما اكيد انه ما مثلت سعاد حسني، يعني واقفه بارضها سعاد حسني كانت حدا عنده حركه بتقلد كيف بيعمل كده هو كده هو كده هو، لابسه مثلها، وقفت بارضها جامده، عملت شويه اشياء بوجهها بعيونها، غنت بسرعه، ولما اجت لتعطينا معلومات لبدي افترض انا انه هي مش جايه تقلدها، جايه تحكينا عنها، ما عطيتنا شيء. سندريلا الشاشه يعني كله بيجوا بخبرونا شو الالقاب، ما بهمنا الالقاب. انشهرت بسرعة بس ماتت بعدين، ما انشهرت، لا ماتت سعاد حسني مش صغيرة وعملت مسيرة حلوة كتير وأخذت وقتها ومجدها. ما فهمنا من حنان ليش هي بتحبها لسعاد حسني، قال أنا بحس إني بشبهها، ما بكفي لأنه تكون سعاد حسني شو أثرت بالناس، لأنه سعاد حسني هي حدا نقطة اختلاف، يعني نقطة يعني رون بوان
يعني كان في قبلها وكان في بعدها لسعاد حسني حدا كتير كان عبى الشاشة بالتمثيل، كان في ضعف وبالغنى كان في ضعف، يعني ما شفت حنان مثل ما أنا حابة وعدتني إنه أنا خلاص ورح أعمل ورح أعمل، شفت أقل مما حنان فيها تعطينا. هلأ طبعا ما بدنا ناخد بعين الاعتبار إنه هني عم يحكوا عن عمالقة عن ناس كتير كبار، أكيد بدنا نشوفهم أقل من هوليك لأنه عم بدقوا بعالم كبار، يعني مش بهالسهولة هن فيهم يكونوا معن، بس في ناس بتضل بمطرح تلمع أكتر من ناس. تنشوف الشق الإيجابي بحنان هو الجهد يلي معمول، وأنا بلاقيها يعني حنان مهضومة قريبة على القلب، شو ما عملت كيف ما غنت كيف ما وقفت عندها هيدا الشيء يلي بيشفع فيها، يعني بتتقبليها. هلا طبعا اذا نشزت هيدا غير موضوع، بس انه عامة حدا بيجذبك عدا جمالها، انا بحكي عن كاريزما، ليه اللي عندهم اياها، هي عندها هالكاريزما هيدي اللي بتجذبك وبتحسيها بوبي. وانه اختارت سعاد حسني كمان هال يعني هالشخصيه يلي قريبه من الجمهور اللي عندها كاريزما يلي كانت تمثل وترقص وتغني، يعني هيك حدا فنانه كامله. فبالتالي حسيت انه عن جد بتحبها، ولكن حسيت مش مجهزه شو بدها تقول، يعني حنان راحت بالتقليد ولكن ما فكرت بشو بدها تقوله، لدرجة انه اول شيء قالت انا بحس اني بشبهها، رجعت هيك نقضت حالها قالت انه لا انه بتمنى اكون قد ربع من ما هي، وما عرفنا شو يلي اثر فيها. يعني كانت انا فضلت تحكي لي عن فيلم مثلاً، عن اغنية، عن مثلا هي وولد فيلم حضرته يمكن 10 مرات، الولاد كتير بتعلقوا بافلام وبعدوها وبيكبروا على فيلم واحد صح. يعني كنت تمنيت تاخذ لي هيك حادثة أو ذكرى أو شيء خاص وتمرق لي إياه، كنت حسيت بحنان أكثر وبسعاد حسني من خلال حنان كنت حسيت فيها أكثر، يعني لأنه هي عرفتنا عليها مثل ما الكل بيعرفها، وحتى نحن حسيت إنه نحن بنعرفها أحسن لسعاد حسني مثل ما هي قدمتها. كنت تفضلت أتعرف على سعاد حسني من عيون حنان، كيف هي شفتها، كيف كبرت عليها، كيف اول مره يمكن رفيتت لبست جربت تقلدها، هل تشيب يلي حسيتها ولد عمره 8 سنين كنت تمنيت انا بكره بصلح لها بالصف انه كانها هي هيك اول مره لبست فاتت عن مرايه صارت تقلدها تغني بالاوضه، يعني هول التفاصيل كان ممكن يعطوا للمشهد يعني قيمه غير قيمه. وعم تعمل جهد حرام تحكي باللهجه اللبنانيه وتوصل يلي بدها تقوله، مهضومة طالعة في هيدي الشغلة، بس هيك حبيت احكي عنها. انا بحب ضيف مش ضيف يعني كمل فكرتك، لان قلتي كأنا مش مفكرة باللي عم بتقوله، حسيت اكتفت انه بالشكل بالمظهر تتبهرنا انه ايه عن جد نقول ايه مهضومة وعاملة كاركتر بيشبهها، بس ما فكرت بالتفاصيل. نفس الشيء بالمغنى، يعني نقت غنية هالقد كل الناس تعرفها وهي مفكرة انه هالغنية الهينة، بس هي غنية سهلة الممتنع مثل ما بيقولوا، لان فيها تفاصيل. بقى أخذت هي الشكل الخارجي وسكالات تبعها وما درست هالديتاي اللي فيها، هون كانت إذا بدك نقطة الضعف. بس أنا عم شوفه أنه هي عم تحاول تشتغل أكتر بكتير من قبل، عم تفرجينا نقاط قوة مختلفة مثل اللي شفناها بالبرايم، بلشنا نشوف ثقة، بلشنا نشوف رياحها بالمغنى. واللي أنا بحكي عن خبرة شخصية أنه القصص اللي بتتحضر مع حنان بتكون مشغولة منيح عم تطلع حلوة، يعني وقت عم تشتغل هالتفاصيل عم تكون مميزة. مشان هيك يمكن اليوم هي أخذت غنية معروفة واعتبرتها سهلة واشتغلت على شكلها تتوصل مساج الشخصية اللي نقتها، بس ما فاتت بالتفاصيل اللي لو اشتغلتهم كانت أكيد عطيت أداء كتير أفضل.